مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في اتجاهات الصحافه ونطالع في حلقه اليوم. تداعيات توقيع الاتفاق السياسي والمعالجات المطروحه. مواجهه داعش في ظل غياب الدوله وانتشار السلاح. انعكاسات الازمه الليبيه على الجاره تونس. نبحث هذه المواضيع وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من لندن استاذ العلاقات الدوليه اسماعيل محيشي. سيد محيشي ورحب بك معي في حلقه اليوم. أدى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الليبي بالصخرات المغربية إلى تغيرات وتحركات في المواقف داخليا وخارجيا وسط دعم أغلب القوى الإقليمية والدولية للخيار السلمي، ويشير البعض إلى أن ليبيا تشهد أكبر قدر من الاهتمام الدولي في سبيل عودة الهدوء والاستقرار إليها، كما ذهب آخرون إلى أن التحركات الأوروبية والأممية لدعم الاتفاق الليبي قد تعد معالجة لأخطاء ارتكبتها هذه القوى تجاه الملف الليبي مسبقا. تطرق الكاتب اسماعيل جريتلي في تحليل مطول نشره المرصد الليبي للإعلام إلى تداعيات توقيع الاتفاق السياسي على ليبيا من حيث المتغيرات داخليا وخارجيا. وذكر الجريتلي في تحليله أنه ليس خافيا ما يمر به المشهد السياسي في ليبيا من إعادة تموضعات أساسها الموقف الأخير من مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي امتنع المؤتمر الوطني العام عن التوقيع عليها، وأعلن أعضاء في مجلس النواب عدم أهلية فريقهم في الحوار للتوقيع على المسودة. وفيما يتعلق بالمواقف الإقليمية ذكر الجريتلي أنه بالنظر إلى اتجاهات الصحافة السعودية تلحظ تطورا إيجابيا لصالح الاتفاق السياسي الليبي، وتناولت أغلب الصحف هناك التوقيع بالأحرف الأولى بترحيب وتأييد، وكتب العديد من الكتاب السعوديين القريبين من دوائر صنع القرار قبل التوقيع وبعده، ما يؤيده ويدعو السعودية إلى لعب دور أوسع في اتجاه تحقيق توافق بين الليبيين. وأشار الكاتب إلى أنه بالرغم من تأييد الحل السياسي في ليبيا من قبل السياسة المصريين، إلى أن استمرار الدعم لقادة الكرامة واستمرار اللقاءات الداعمة لطرف في الأزمة الليبية يشير إلى أن الموقف المصري لا يزال يراوح عند تأييد الكرامة في حربها ضد ما تصفه مصر والكرامة بالإرهاب. ولفت الجريتلي إلى أن الجزائر أكدت أكثر من مرة بعد توقيع الاتفاق على أهمية أن تتواصل الجهود لاستكمال توقيع كل الأطراف ويتم الاتفاق على كل التفاصيل بشكل توافقي ينهي الأزمة. ولا تزال الصحف الجزائرية تواصل نقل تصريحات للمسؤولين هناك تؤكد على الموقف الجزائري. أكد الكاتب عماد عريان في مقال على موقع صحيفة البيان الإماراتية أنه إذا ما كانت المقارنة جائزة للصراعات ما بعد الربيع العربي وتداعياتها ومحاولة تسويتها وصولا إلى حلول سلمية، فلا مبالغة في التأكيد على أن الأزمة الليبية تشهد أكبر قدر من الجدية في سبيل عودة الهدوء والاستقرار إلى هذه الدولة الممزقة. وأوضح الكاتب أنه يوجد بعد هذا الاتفاق ما يشبه خريطة طريق للتسوية تؤكد على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة، وينبغي أن يتوقف القتال لإيجاد مناخ إيجابي وسلمي من أجل التوصل إلى تسوية تشمل الجميع وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2174 بشأن فرض عقوبات على الذين يهددون السلم والاستقرار أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي والديمقراطي. ومن ثم يخلص الكاتب إلى القول أن التحركات الأوروبية والأممية لدعم اتفاق الصخرات قد تمثل بداية لمعالجة أخطاء وخطايا الماضي التي ارتكبها حلف الأطلسي، وهي تحركات محمودة، ولكن تحتاج الأزمة الليبية إلى مزيد من الجهود والضغوط كي يتحقق السلام والاستقرار بعد سنوات من الدمار والاحتراب الأهلي. أذكر أن ضيفنا الكريم يحدثنا عبر سكايب لندن وهو أستاذ العلاقات الدولية إسماعيل محيشي. سيد إسماعيل، الكاتب إسماعيل جريتلي تحدث عن تغيرات وإعادة التموضع في المواقف إثر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخرات المغربية، كيف تعلق على ما قاله؟ هو في تحدي لم يتم على بصورة نهائية. الآن نتكلم عن التوقيع، عن التوقيع من الناحية المبدئية، هناك ملاحق، هناك
امور ترتيبات امنيه، هناك امور كثيره مهمه جدا لم يتم التطرق اليها الى حد الان. نستطيع ان نقول الى حد الان لم يبدا الحوار الليبي الى حد الان. نعم هناك بوادر، هناك مسوده متفق عليها بعض الاطراف، هناك تحفظات بعض الاطراف على هذه المسوده، لم تستكمل هذه المسوده الى حد الان، واتوقع ان الطريق ما زال طويل جدا حتى توصل الى مسوده يتم التوافق كل القوى السياسيه عليها. طيب، إسماعيل غريتلي أيضا ذكر بما يتعلق بالمواقف الإقليمية، ذكر إن الصحافة السعودية بدأت تسير في اتجاه دعم الحوار الليبي وخصوصا تلك القريبة من دوائر صنع القرار، إلى ماذا يشير ذلك في رأيك؟ هو في الحقيقة المملكة العربية السعودية في الاستراتيجية الجديدة التي وضعها أصبحت الآن تقوم باستراتيجية مختلفة عن الاستراتيجية السابقة والماضية في تاريخ المملكة. الآن الملك سلمان يقوم بجهود لعملية برورة المشهد في الدول العربية والعالم الإسلامي. السعودية لها مكانتها الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية حتى على مستوى الدولي. في بعض الصحف وفي بعض المنظمات الدولية وصلت أن السعودية تعتبر تاسع دولة من حيث القوة الاقتصادية في المنطقة. لا نستطيع الاستهانة بدور السعودية في المنطقة، تستطيع السعودية أن تعمل الكثير والكثير لليبيا والمغرب العربي، لكن الوضع اللي الآن يحدث في السعودية والترتيبات التي تقوم بها السعودية هي في عاصفة الحزم، وما يحدث في سوريا والعراق وفي مصر وغير ذلك، لا أتوقع أن الآن هناك توجه سياسي أو تدخل من قبل المملكة العربية السعودية للتوصل لاتفاق سياسي في ليبيا، بحكم أن السعودية لها ملفات وأولويات كثيرة تتمثل في اليمن وسوريا ومصر وغير ذلك. طيب، هل ترى أن الموقف المصري تجاه الحوار السياسي الليبي لا يزال يراوح مكانه بدعم طرف دون آخر كما ذهب أيضا لغريتلي في مقاله، ولماذا في رأيك؟ هو في الحقيقة المشهد المصري واضح جدا، المشهد المصري الآن يعيق مرحلة التحول الديمقراطي والتوافق السياسي. شاهدنا احنا الطائرات المصرية عندما جاءت قصفت المدنيين في درنا وفي الكثير من المدن في ليبيا، تدخل سافر من قبل السلطات المصرية على 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 حرمة الدولة الليبية، وهذا لن ينساه التاريخ في التاريخ سواء كان في ليبيا وفي مصر ما حدث في مصر. وشاهدنا حتى التصريحات الصحفية والإعلامية من قبل الساسة في الحكومة المصرية للمبالغة في المشهد في الليبي وتدخل في الشهد الليبي وكأنهم هم ما يمثلوا ليبيا. للأسف هذه سيكون لها تأثيرات سلبية على العلاقات الليبية المصرية في المستقبل، وهذه ستكون لها حتى تأثيرات اقتصادية حتى على التبادل التجاري بين الدولتين، وستعيق مراحل كثيرة من المشهد السياسي سواء تكلمنا عن ليبيا أو عن وضعية الدول العربية والمنطقة بأكملها. طيب، بالنظر إلى المواقف الإقليمية سيد إسماعيل بما فيها موقف الجزائر، هل تؤثر مواقفهم في موقف طرفي الصراع في ليبيا، ومن هي الدول التي يكون لها تأثير كبير برأيك؟ الجزائر موقفها ثابت من المشهد والوضع في ليبيا. الجزائر لا تريد تدخل أي قوة أجنبية في المشهد وفي الدول المجاورة لها. شاهدنا ما حدث الآن بعد توقيع تون الحكومة التونسية اتفاقية أمنية مع أمريكا. الجزائر لا تريد أي قوة أجنبية أن يكون لها وجود في المنطقة. شاهدنا ذلك حتى في بداية ثورة 17 فبراير في 2011، كانت الجزائر تقف ضد التدخل التحالف القوى الدولية لدعم الثوار والثورة في ليبيا. الجزائر موقفها ثابت، تؤيد الحوار، تؤيد التوافق، قامت بأعمال سياسية على مستوى التوافق والاجتماعات وغير ذلك، وكان موقفها في الجامعة العربية واضح، موقفها في الأمم المتحدة واضح، هي تعتبر موقف الجزائر واضح من المشهد في ليبيا ولا غبار عليه. طيب، لماذا ذهب الكاتب عماد عريان على صحيفة البيان الإماراتية برأيه أن الأزمة الليبية تشهد أكبر قدر من الجدية في سبيل عودة الاستقرار الذي يأتي ما بعد الربيع العربي مقارنة بالدول التي شهدت ثورات فيها؟ الإشكالية اللي وقعنا فيها في ليبيا في بداية ثورة 17 فبراير، المجتمع الدولي وقف مع ليبيا، لكن للأسف المجتمع الدولي الآن أصبح دوره سلبي في التحول السياسي في ليبيا. الأزمة في ليبيا السبب الرئيسي فيها هي التصارعات وتجاذبات دول كبرى في المشهد في ليبيا. تدخلت هذه الأطراف، تؤيد مجموعة على مجموعة أخرى، تؤيد طرف على طرف أخرى، وأصبحت ليبيا ساحة لهذه الاشتباكات، وهذا للأسف ما وقعنا فيه. المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحترم حتى القرارات التي صدرت من المحكمة العليا، وهذا تعتبر نحن نمر بمرحلة
غريبة جدا في المشهد السياسي في ليبيا وحتى المشهد الدولي، كيف يصدر قرار صادر من أعلى سلطة قضائية في ليبيا وهذه المنظمات طيب. وهذه الدول التي تنادي بدولة في ذات القانون. السياق سيد إسماعيل، في ذات السياق، هل التحركات الأوروبية والأممية لدعم اتفاق الصخرات جاءت لمعالجة أخطاء وخطايا الماضي كما ذهب أو وصف هنا نفس الكاتب على صحيفة البيان؟ أتمنى ذلك، لكن إلى حد الآن لم نشاهد عمل على أرض الواقع. كل ما نشاهد فيه الآن تصريحات إعلامية وغير ذلك. نحن في ليبيا الآن نريد عمل واضع على الأرض، لكن للأسف ما نشاهد فيه الآن كل تصريحات إعلامية ولا أكثر من أقل. ليبيا الآن تواجه في الهجرة غير شرعية، تواجه في الإرهاب المتشددين، قضايا الفساد وغير ذلك، وللأسف المجتمع الدولي والدول الأوروبية بالذات، وعندما نتكلم عن الدول الأوروبية هذه الدول التي تربطنا بهم شراكات وعلاقات اقتصادية، لم نشاهد دعم حقيقي إلى حد الآن للأسف. طيب لماذا برأيك هذا المقال جاء بنبرة تفاؤلية فيما يخص الحوار بصخرات رغم عزوف طرف المؤتمر الوطني عن التوقيع؟ هو في الحقيقة التفاؤل في النقطة أن المجتمع الدولي وأغلب الآن التوجه السياسي كله يدعم في العميق الحوار والتوافق السياسي، هذه تعتبر نقطة إيجابية في المشهد السياسي، لكن تبقى الإشكالية التي نعاني منها في هذه المسودة وفي بعثة الأمم المتحدة، لم يكن حوار حقيقي من البداية، كل الأمور غير واضحة جدا، خرجت علينا مسودة، الكل البعض يتفق مع هذه المسودة لكن والبعض له تحفظات، وهذا الاتفاق وهذا الإعلان الدستوري الجديد لم يستقبل إلى حد الآن، والإشكالية الأكبر من ذلك أنه يريد إعادة مجلس النواب للمشهد السياسي وإعادة المؤتمر الوطني في المشهد التشريعي والسياسي كذلك، وهذه الجهتين والمؤسسين تعتبر أحد منهم أصبحت باطلة بحكم صادر من أعلى سلطة قضائية والأخرى منتهي بحكم الزمن، وهذه الإشكالية التي نعاني بها المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة اختصرت المشهد السياسي في إرجاع مجلس النواب للجهة التشريعية وإرجاع المؤتمر الوطني كذلك. وضحت فكرتك في هذا الخصوص سيد إسماعيل، تبقى معي بالطبع وأنتم مشاهدين في المحور الثاني، لا تذهبوا بعيدا. يشير مراقبون إلى التقصير الدولي تجاه مكافحة ومحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ظل حالة الفوضى في البلاد التي وصفتها تقارير صحفية بأنها أصبحت مستودعا للأسلحة بما يدخل ليبيا في أزمة أسوأ من الفوضى السياسية التي تشهدها حاليا. أفاد الصحفي محمد محمود في مقال على صحيفة المغرب التونسية أن هناك دولا تركت وحدها في خط المواجهة مع التنظيمات المتطرفة المنتشرة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، وقد أصاب تلك الدول نوع من الإحباط لغياب إرادة دولية للتعامل مع التهديدات الأمنية في الأراضي الليبية. وأضاف الكاتب أن إيطاليا تقع في مقدمة الدول المحبطة، فقد تعرضت مصالحها ومواطنوها لتهديدات حقيقية في ظل استمرار الفراغ الأمني في ليبيا وما يرتبط به من ظواهر الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والأسلحة. وأشار الكاتب إلى سعي التنظيمات الإرهابية إلى تهجير الليبيين، واتخذت ليبيا منطلقا لعملياتها ضد دول الجوار، ولم تكن عملية اختطاف 4 عمال إيطاليين بمجمع الغاز بين مليتا وزوارة من قبل المصادفة، بل تأتي في إطار استهداف ممنهج للمصالح الإيطالية. ذكر موقع قناة روسيا اليوم في تقرير بعنوان ليبيا قرار حظر الأسلحة المنتهك دائما أن موقع فليت مول الخاص بتتبع البواخر والسفن نشر خبرا عن قيام الجمارك اليونانية الأسبوع الماضي بضبط 16 مركبة مدرعة كانت على متن باخرة متجهة إلى ليبيا في ميناء كارباتسيني. وأضاف الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها سفينة تايتشي القانون الدولي حاملة أسلحة على متنها بشكل غير قانوني، فقد تم احتجازها في حالة مماثلة في فبراير الماضي وهي تحمل شحنات أخرى من المركبات المحظورة إلى وجهة مجهولة. ويقدر الكاتب أن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا لا تحولها فقط إلى متلقي للأسلحة بل ومصدر لها، وقد صدرت تقارير دولية تؤكد ذلك، ونشر أحدها بموقع مجلة نيوزويك الأمريكية، وذكر أن انتشار الأسلحة بشكل كبير في ليبيا يعتبر أسوأ من الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، ما يهدد باشتعال المنطقة في حال انقسمت ليبيا إلى مناطق متنازعة.
سيد إسماعيل، أطرح عليك استفسار جاء على صحيفة المغرب التونسية. ما الذي يمنع من وجود إرادة دولية حقيقية للتعامل مع التهديدات الأمنية التي تشكلها داعش في ليبيا بحسب قراءتك؟ وتركت بعض الدول بما فيها ليبيا تسعى بشكل فردي لمكافحة التنظيمات المتطرفة وفقا لمقال ذات الصحيفة. أنا في تقديري هذا التغيير في استراتيجية المجتمع الدولي والدول الكبرى في موقف سلبي في التحول السياسي، ولم يدعم المؤسسات الأمنية في ليبيا والمؤسسات العسكرية لمواجهة الإرهاب والمتشددين، مع العلم إن أغلب المتشددين والمجموعات المتطرفة، عندما شاهدنا ما يحدث الآن في سرت وما حدث كذلك في درنة، أغلب من انضموا إليها هم شخصيات وأشخاص جاءوا من خارج ليبيا وهم لا يحملون الجنسية الليبية. شاهدنا الكثير من تونس، من السعودية، من اليمن، من دول أخرى، من دول أفريقية، وهذا يعطي علامة استفهام كبيرة إن ليبيا تواجه إن ليبيا الآن أصبحت منطقة عبور وليست أرض مصبة لهذه المجموعات. للأسف المجتمع الدولي والدول الأوروبية لم تدعم المؤسسات الليبية في حماية الحدود في ليبيا، مع العلم أن هناك اتفاقيات كانت موقعة بين الجانب الليبي وبين الاتحاد الأوروبي، يلزم الاتحاد الأوروبي لدعم لمراقبة الحدود، لدعم المؤسسات الليبية، لدعم مراقبة الحدود، وكذلك تدريب العناصر الوطنية عملية مراقبة الحدود وربط هذه المنظومة الإلكترونية بالأقمار الصناعية. وهذا خلل ليبيا مساحتها كبيرة جدا، ونحن دولة نامية، ولا تستطيع الحكومة في ليبيا ولا مؤسسات الدولة في ليبيا مراقبة هذه الحدود إلا بتعاون مع الدول المطلة على البحر المتوسط. طيب، بالحديث عن دعم المجتمع الدولي للحوار القائم في صخيرات، هل السير في اتجاه دعم هذا الحوار يكفي لمحاربة تنظيم داعش، أم ترى أن المجتمع الدولي استراتيجية حقيقية لم يفصح عليها للتعامل مع هذا التنظيم في ليبيا فيما بعد؟ هو في الحقيقة إلى حد الآن المجتمع الدولي غير واضح في عملية التعامل في مواجهة الإرهاب في ليبيا. عندما خرج علينا خليفة حفتر بعميد الكرابة وقال أنا سأواجه الإرهاب والمتشددين، تفاجأنا في الأخير أن حفتر هو الآن أصبح هو والاستبداد وهو الإرهابيين عملة ووجهة لعملة واحدة. شاهدنا ما يحدث الآن في درنة، ما يقوم به التوار والمجاهدين والأهالي في درنة هم تصدوا للمجموعات المتشددة. حفتر لحد الآن لم يطلق رصاصة واحدة على المجموعات المتشددة، سواء تكلمنا عن في منطقة درنة وحواليها، والله في سرت. بالعكس، أصبح الآن حفتر يريد الانقلاب على السلطة والشرعية، وليس له الهدف هو مواجهة الإرهاب، بل هو يريد استغلال مواجهة الإرهاب للوصول للسلطة، وهذا أصبح الآن واضح، وهذا حتى أربك المشهد الدولي، لأن هناك للأسف دول أوروبية ودول إقليمية وعربية كانت تدعم في حفتر. طيب، وهذه كانت تأثيراتها سلبية في المشهد السياسي. نعم، في ليبيا. جاء سيد إسماعيل في موقع روسيا اليوم أن انتشار الأسلحة بشكل كبير في ليبيا يعتبر أسوأ من الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، وذلك ما يهدد باشتعال المنطقة في حال انقسمت ليبيا إلى مناطق متنازعة. يعني إلى أي مدى توافق هذا الطرح؟ طبعا بحسب هنا موقع روسيا اليوم. في الحقيقة عندما نتكلم عن الأسلحة هذه كانت شركات دولية وشركات لصناعة الأسلحة تزود نظام القذافي بهذه الأسلحة. هذه الشركات التي تزودت النظام السابق بهذه الأسلحة هي كانت تدعم في مواجهة في قتل الأبرياء وغير ذلك. الأسلحة هذه، وجود هذه الأسلحة، لا نتحملها نحن، تتحملها هذه الشركات ويتحملها النظام السابق. والنقطة الأخرى، احنا عندما نشاهد المشهد في ليبيا، عندما تم إعلان التحرير في ليبيا، شاهدنا عمليات تتم عمليات انتخابية لمجالس بلدية، وشاهدنا انتخابات مؤتمر وطني ومجلس نواب ولجنة 60. إذا هناك عملية تداول سلمي تمت في ليبيا مع كل ما وجود هذه المجموعات، العدد الكبير من الأسلحة في ليبيا، لكن هناك عملية تداول سلمي تمت في العملية السياسية. لكن الإشكالية في ليبيا إن المجتمع الدولي والدول بالذات 5+1 لم يكن لها دور إيجابي في دعم التداول السلمي في الديمقراطية في ليبيا، وهذا ما عاق المشهد في ليبيا، وهذا سبب رئيسي في الأزمة في ليبيا. طيب، وبهذا تبقى معي سيد إسماعيل في المحور الثالث والأخير، وأنتم كذلك مشاهدينا. ما
زالت الصحف العربية والدولية تتناول تداعيات انعكاس الأوضاع في ليبيا على تونس، حيث ينتقد البعض الإجراءات التونسية وتصريحات المسؤولين تجاه الأزمة الليبية، فيما يطرح مراقبون تساؤلات عن هذه الإجراءات والتصريحات ومدى موضعيتها. أشارت الكاتبة أمال موسى في مقال على صحيفة الشرق الأوسط إلى أن توصيف ليبيا بالمعضلة الكبرى لتونس جاء على لسان رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد في الندوة الصحفية التي أعقبت مجزرة مدينة سوسة السياحية والتي أسفرت عن مقتل 38 شخصاً. وذكرت الكاتبة أنه تم إقرار مثل هذا التوصيف في سياق عملية إرهابية من الوزن الثقيل، وهو ما يمكننا من استنتاج أن ليبيا بالنسبة إلى تونس اليوم قد أضحت معضلة كبرى، لأنها أصبحت بعد الثورة مصدر أكثر الظواهر إيذاء للاقتصاد التونسي اليوم، الإرهاب والتهريب. وتساءلت موسى: ولكن هل هذا التوصيف موضوعي ويأخذ في الحسبان دور اللاجئين الليبيين في تونس اليوم في تنشيط الاقتصاد التونسي، أم أن مثل هذه الحسابات المتداولة خاطئة؟ وإلى أي حد يصح الجزم بأن ليبيا أصبحت منذ سقوط نظام القذافي سبباً من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي التونسي، بعد أن كانت أي ليبيا بمثابة العضو الحيوي في البناء الاقتصادي التونسي؟ ذكر موقع مصر العربية الإلكتروني أنه يبدو أن أزمة الجدار العازل الذي شرعت السلطات التونسية في تشييده على أراضيها في مناطق جنوبية محاذية للجارة ليبيا من أجل إغلاق المنافذ أمام تسلل المهربين والإرهابيين قد بدأت تأخذ شكل كرة الثلج المتدحرجة بعد تصعيد التهديدات المتبادلة بين السلطات التونسية والليبية. وأشار الموقع إلى أنه بعد إعلان رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد قبل أسبوعين عن الشروع في بناء جدار وخندق على طول 186 كيلومترا يربط بين معبري راس جدير والذهب المحاذيين للحدود الليبية بهدف حماية التراب التونسي من خطر التهريب والإرهاب، تفجرت ردود أفعال ليبية غاضبة. ونقل الموقع عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية التونسية مختار الشواشي أن السلطات التونسية لم تتلقى بعد أي موقف رسمي من قبل حكومة فجر ليبيا في طرابلس بشأن بناء الجدار العازل، مبرزا أن وزارة الخارجية الليبية في طرابلس لم تصدر أي بيان رسمي في الموضوع على موقعها. إسماعيل، ما دللت وصف رئيس الحكومة التونسية ليبيا وصفه ليبيا بالمعضلة الكبرى لتونس بحسب ما تناقلته صحيفة الشرق الأوسط؟ هو للأسف الموقف التونسي من الأحداث في ليبيا يعتبر سلبي جدا في المشهد السياسي. لم نشاهد دور إيجابي للحكومة التونسية فيما يتم بالحوار والتوافق. حتى الآن لم نشاهد اجتماعات المفروض كان على تونس أن يكون لها دور رئيسي في عملية التوافق السياسي والخروج من هذه الأزمة السياسية في ليبيا والأزمة المالية، لكن للأسف الحكومة التونسية كان دورها سلبي. ومن أهم السلبيات التي قامت بها الحكومة التونسية منعت الطائرات والتواصل بين الطائرات الليبية للدخول للأجواء التونسية. المشهد الإنساني في ليبيا معقد جدا، نحن في ليبيا نحتاج جدا للخدمات الطبية والصحية في تونس، وهناك الكثير من الأعداد المهولة من الليبيين يذهبون إلى تونس، ومنعت السلطات التونسية دخول الطائرات الليبية للأجواء التونسية، كذلك أصدرت ضرائب عبور لأي ليبي يريد أن يدخل تونس لابد من دفع معينة، وهذا مخالف للقوانين والمعايير الدولية في ما يسمى باتفاقيات العبور. الكاتبة أمال موسى في مقالها على الشرق الأوسط تساءلت أيضا: هل يعتبر هذا التوصيف موضوعيا ويأخذ في الحسبان دور الليبيين في تونس اليوم في تنشيط الاقتصاد التونسي؟ ما تعليقك وكيف ترى أنت ذلك؟ نعم، العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين ليبيا وتونس كبير جدا، وله وكان بعد الثورة التونسية والليبية هناك تزايد هذا معدل التبادل التجاري، لكن ما حدث الآن أصبح الكثير من رجال الأعمال في ليبيا والقطاع الخاص في ليبيا يتجه إلى أسواق أخرى، بدوا يتوجهوا إلى أسواق مالطا ويتوجهوا إلى أسواق تركيا ولدول أخرى، بحكم أن أصبحت الحكومة التونسية والسلطات التونسية لم توفر لهم البيئة المناسبة للتبادل هذا التجاري، ومن ثم هذا سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، بحكم أن الاقتصاد التونسي يعاني من مشاكل ومن أزمة اقتصادية واقعة. وشهدنا ما تقوم به الآن الحكومة التونسية بوضع جدار ترابي على الحدود
لمكافحة الإرهاب. يتوقع أن الإرهاب تستطيع الإرهاب الآن هو أحيانا يكون إرهاب مربوط بفكر ومبادئ معينة. لمواجهة الفكر المتطرف لابد من فتح آفاق وحوار وغير ذلك. والمتشددين اللي وجدناهم في ليبيا هم للأسف هم توانسة، وهذه أمور أصبحت موثقة وموجودة في وسائل الإعلام، موجودة حتى في سلطات العدل والقضائية في ليبيا. للأسف الحكومة التونسية والسلطات التونسية إلى حد الآن دورهم سلبي جدا في المشهد السياسي في ليبيا. وبهذا أشكرك جزيل الشكر ضيفنا عبر سكايب من لندن أستاذ العلاقات الدولية إسماعيل المحيشي، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المصرف الليبي للإعلام، كما عودناكم تقبلوا تحية فريق البرنامج وتحية أنا غالية بزحف، في أمان الله.